خوتي العزاز، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير، يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه. حتى نتوما خوتي لك تاول مره غادي تشاهدونا، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الاعلانات. اذا اخواني اخواتي، غنشوفوا اللائحه ديال الشواهد الاداريه اللي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والاجراءات الاداريه الملحق رقم 2 لائحه الشواهد الاداريه التي تم حذفها. يعني الشواهد اللي تحذفات يعني ما بقاتش صالحه، يعني خبشي المقاطعات بغيت تصايبها يعني ما كاينش ما يصايبوهاش لك. الشواهد اللي ما بقاش صالحه هذا الشيء علاش؟ باش يبسطوا المساطر والاجراءات الاداريه، يعني ما يبقاش قوه الاوراق والوثائق اللي ما صالحاش اللي بدون فائده. اذا الشواهد اللي هما كالتالي الاخوان، دايرينهم باللغه العربيه وايضا باللغه الفرنسيه. فكاين شهاده العزوبه، شهاده الزواج، شهاده الحياه الفرديه، شهاده الحياه الجماعيه، شهاده التحمل العائلي، شهاده تاكيد الزواج، شهاده القرابه العائليه، شهاده الزواج الوحيد، شهاده تعدد الزوجات، شهاده المطابقه لاثبات الهويه الموحده، شهاده تعدد الزوجات، معودينا شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عندهم الأطفال مجهولي الأب، شهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل المجهول، شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، شهادة الإراثة، شهادة الزوجة الوحيدة، وشهادة مطابقة الهوية للمتوفى. إذا كاين شي وثائق اللي هما غير يعني يقولوا غير زايدين وصافي، يعني كانوا كيطلبوا منك بعض الوثائق، جيب لنا شهادة الزواج الوحيد، جيب لنا شهادة الزواج، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، يعني كيقوي الورق. لذلك فهما داروا هذه المسطرة هذه باش او هاد اللائحه اللي باش كما كاتبين تبسيط المسطره القانونيه الاجراءات الاداريه. وغادي يكونوا غادي يكون موقع ايضا بالنسبه ما غاديش يبقى يعني الوثائق ايضا غتقدر تاخذهم ولا تاخذهم فقط من خلال المواقع في الموقع في الانترنت. يمكن لك تانبريمي مباشره، دير طلب ديال اي وثيقه بغيتي دير عليها الطلب وتقدر تانبريميها مباشره بلا ما تحتاج تمشي للجامعه ولا المقاطعه. هذه بالنسبه لبعض الوثائق، ماشي كلشي ديال الوثائق. ان شاء الله غادي نحط واحد الفيديو نشرح فيه هذه المساله. اذا خوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى لكم التوفيق والله يسر اموركم وجمعه مباركه. نتلاقاو في فيديو قادم، ما تنساوش لايك الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.